قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم. نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد: قالت النار: يا رب، لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء أشد مني؟ قال: أسلط عليك ناري الكبرى. قالت: هل نار أعظم مني وأشد؟ قال: نعم، نار محبتي أسكنتها قلوب أولياء المؤمنين، قفا قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزودها، ففي فؤاد المحب نار جوى، أحر نار الجحيم أبردها، فلولا دموع المحبين تطفئ بعض حرارة الوجد لاحترقوا كمدا. دعوه يطفئ بالدموع حرارة على كبد حرى، دعوه دعوه، سلوا عاذريه يعذره هنيهة، فبالعذر دون الشوق قد قتلوه. كان بعض العارفين يقول: أليس عجبا أن أكون بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل الشعل التي لا تنطفئ، ولم أرى مثل نار الحب نارا تزيد ببعد موقدها اتقادا. ما للعارفين شغل بغير مولاهم ولا هم في غيره. وفي الحديث: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. قال بعضهم: من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدق. وكان داود الطائي يقول: همك عطل علي الهموم، وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب، ما لي شغل سواه، ما لي شغل، ما يصرف عن هواه قلبي عذل، ما أصنع إن جفى وخاب الأمل، مني بدل ومنه ما لي بدل. هذه النقول يعني هي التي جعلت بعض من علق على هذه الرسالة المباركة بأن الشيخ رحمه الله ينقل عن الصوفية، ولكن هذا الكلام في الحقيقة بعضه مفيد ونافع، وهو من الكلام الذي فيه دلالة على عظيم ما يقوم بقلوب أولياء الله تعالى من المحبة والإجلال والتعظيم لله عز وجل والانجذاب إليه. ومثل هذا الكلام لا يلزم أن يكون صاحبه إذ تشهد به أو نقل أن يكون مقرا لكل ما نقل عن من نقل عنه، لأن حق ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، فإذا وجد كلاما يشهد واستأنس به في دعم ما يريد أو استشهاد لما يريد تقريره من المعاني الصحيحة، ولو كان صاحب ذلك القول عنده مؤاخذات أو عنده شيء من النقص والقصور في قول آخر أو في مسألة أخرى، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. والأمر كما قال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الكلام فيه نفع وفيه خير وفيه دلالة على ما قام بقلوب أولئك القوم من محبة الله تعالى، فيستشهد به على ما أراد المؤلف من أن من كمل المحبة اشتغل بالله تعالى عما سواه، فإنه من كملت محبته لله جل وعلا لم يبقى في قلبه منازعة لمحبة غيره سبحانه وتعالى أو نزع إلى الميل إلى سواه، بل كان خالصا لله جل وعلا، ومن كان خالصا لله تعالى خلصه الله من كل سيئة وسوء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث التي لا تخلو من ضعف، منها هذا الحديث الذي قال: في الحديث ومن أصبح وهمه غير الله فليس من الله، أي من أصبح وقلبه متعلق بغير الله تعالى فليس من الله جل وعلا. وهذا قول لا يصح من حيث السند، فإن الإسناد ضعيف، لكن المؤلف يحتج بمثل هذه الأحاديث التي معانيها صحيحة، فإن
معنى ما ذكره المؤلف من أصبح همه غير الله فليس من الله، المعنى صحيح، وذلك أن القلب إذا اشتغل بغير الله تعالى انشغل عنه، والقلب وعاء وظرف يسير لا يقبل المزاحمة، ولذلك إذا ملأه الإنسان بشيء اشتغل عن غيره. فإذا ملأ العبد قلبه بمحبة الله تعالى وتعظيمه والإقبال عليه لم يبقى لمحبة وتعظيمه والإقبال على سواه مكان. فإذا أدخل فيه شيئا غير الله جل وعلا كان ذلك صارفا له عن الله، ونقص في محبته ونقص في تعظيمه ونقص في خوفه، ويلحقه من النقص في دينه وعمله بقدر ما حصل من النقص في قلبه. قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك الجوارح كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإذا استقام استقامت الجنود، وإذا فسد فسدت الجنود. فينبغي للمؤمن أن يكمل قلبه بتمام تخليصه لله جل وعلا، وأن لا يكون فيه لسواه محل. وهذا يحتاج إلى كما ذكرنا في الدرس السابق، يحتاج إلى دوام مراقبة ودوام عناية ونظر في هذا القلب، وأن لا يغفل عنه الإنسان. الإنسان إذا غفل عن قلبه لحظة لا يدري هل هذا الحصن الذي الشيطان قاعد له بالمرصاد قد تنفذ شبهة أو تنفذ شهوة فتفسد عليه قلبه. نسأل الله أن يحفظ قلوبنا وأن يصلحها وأن يكملها بطاعته ومحبته. نعم إخواني، إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتى بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها. من صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرجو سواه، ولم يخشى أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا فلا تظن أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. مؤلف رحمه الله بعد أن قال الكلام المتقدم عن من نقل بيّن مقصوده من هذا النقل، وأن مقصوده بيان نموذج لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من تكميل محبة الله تعالى، بغض النظر عن صحة هذا الكلام وصحة الجهر به والبوح به وما إلى ذلك مما قد يورد على الكلام المتقدم. إنما الشأن في فهم ما الذي يجب عليه، ما الذي يجب أن يكون عليه قلب المؤمن من كمال المحبة لله تعالى والصدق في العبودية له سبحانه وتعالى. من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. صادق والصدق هو مطابقة الأمر الواقع، فهذه الكلمة إذا لم تكن مطابقة للقلب تماما فإنها لا تنفع، بل يدخل فيها من النقص بقدر ما يدخل من مخالفة الواقع، والناس في هذا متفاوتون. فمنهم من يكذب قلبه قوله، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله تعالى فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومنهم من هو دون ذلك، فعنده إيمان لكنه لم يصدق هذه الكلمة تمام التصديق. ومنهم من يبلغ أعلى الدرجات بمطابقة قوله لقلبه فيفوز بهذا الفضل العظيم والأجر الكبير من التحريم على النار. نسأل الله أن يحرمنا وإياكم على النار. يقول رحمه الله: فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله جل وعلا، ومتى بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها. ولذلك ينبغي أن يتعاهد الإنسان قلبه، والمعاهدة ليست من سنة إلى سنة أو من عام إلى عام، المعاهدة هي دوام النظر في هذا القلب، وقلبك يحتاج إلى نظر صباح ومساء. ولذلك شرعت هذه الصلوات يا إخواني، هذه الصلوات الخمسة المفرقة على الأوقات هي لإصلاح القلب. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر دعك، ولذكر الله أكبر، ما فيها من ذكر الله الذي تطيب به القلوب وتطمئن وتصلح وتستقيم أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. ينبغي أن يكون لنا في كل ورد وفي كل صلاة وفي كل موقف نظرة إلى هذا القلب، ما
ما حاله، ما صلاحه، ما نقصه، ما زيادته، وبهذا يكمل العبد العبودية لله جل وعلا، فيكون عبدا لله اختيارا كما أنه عبد لله جل وعلا قهرا لا يخرج عن قدره وقضائه جل وعلا. وهذا يحتاج إلى دوام ملاحظة ودوام عناية، وأن ينفذ الإنسان ببصره من يومه الذي يعيش إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن؟ أعدت المتقين، لم تعد للاهين والمتوانين في سيره من الله تعالى. إنما المتقون الذين يصلون الطاعة بالطاعة والإحسان بالإحسان، ويبذلون طاقتهم في التقرب الله تعالى بأنواع القرب. هكذا يكون الإنسان مكملا للتوحيد، مكملا للعبودية الحقيقية لله جل وعلا، ليس فقط بأن يعرف أن هذا شرك وهذا توحيد. هذا قد يحسنه صغار المسلمين، يعرف أن السجود للصنم شرك، لكن نحن نريد أن نعرف مع أن السجود للصنم شرك، أن السجود لله إذا كان مكملا بكمال الذل لله تعالى والخضوع له والتعظيم له، هذا هو التوحيد الكامل الذي نحتاجه. ليس سجودا نسجد الله وقلوبنا في الأسواق وقلوبنا في بيوتنا أو في أشغالنا، إنما يكون سجود حقيقي بالقلب قبل البدن. سأل الله أن يعيننا وإياكم على الطاعة والإحسان. يقول رحمه الله: من صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه ولم يرجو سواه ولم يخشى أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم يلقى له بقية في من آثار نفسه وهواه، ومع هذا فلا تظنوا أن المحب مطالب بالعصمة، يعني لا يعني أنه ما يقع خطأ. كل ابن آدم خطأ، كما في جامع الترمذي من حديث قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطأ، ما في أحد سالم من خطأ، ولكن الناس يتفاوتون فيما بعد الخطأ، وخير الخطائين التوابون. فيجب على المؤمن أن يعلم أنه لابد من خطأ، والشأن ليس في أن لا يقع الخطأ، الشأن في أن تتوقع الخطأ ما استطعت، فإذا وقعت فالشأن أن تعالج ذلك بالتوبة والإنابة. ولذلك قال: وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة، أي ذلك الخطأ، بالتوبة والاستغفار والندم والانكسار والأوبة والتضرع لله جل وعلا أن يغفر وأن يساوى وأن يعوى وأن يعفو وأن يصفح عما كان من زلل. قال زيد بن أسلم: إن الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال الشعبي: إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل له عناية بمن يحبه، وكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة، ييسر له التوبة وينبهه على قبح الزلة، فيفزع إلى الاعتذار ويبتليه بمصائب مكفرة لما جنى. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت: مه، فإن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام، فتركها وولى. فجعل يلتفت خلفه ينظر إليها حتى أصاب الحائط وجهه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فقال: أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم قال: إن الله إذا أراد بعبده شرا أمسك ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. يا قوم، قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب، فرشوا عليها قليلا من دموع العيون وقد طهرت، اعزموا على فطام النفوس عن رضاء الهوى، فالحمية رأس الدواء، متى طالبتكم بمعلوفاتها فقولوا: مقالة تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه، أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام، والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة. يقول المؤلف رحمه الله في هذا الكلام الماتع النفيس، يقول: قال زيد ابن أسلم: إن الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. وهذه منزلة كبرى ومنحة جليلة من رب العالمين، لا تكون لقوم غافلين ولا لقوم عن ربهم لاهين، بل هي لقوم
ذكروا الله جل وعلا فذكرهم، وأنا عند ظن عبدي بي إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، كما في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة صدق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اغفر لي عبدي. هذا ما فتئ أن عاد وقارف شيئا من السيئات، إما بترك واجب وإما بفعل محرم، فعاد قال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب يعني يعاقب عليه ويغفر الذنب، اغفر لعبدي. ثم ما فتئ أن وقع في سيئة هي الأولى أو غيرها، فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا في الثالثة الأخيرة فعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اغفروا لعبدي ولعبدي ما فعل. الله أكبر. اغفروا لعبدي ولعبدي ما فعل، ما دام على هذه الحال كلما أساء وقصر آب ورجع إلى الله جل وعلا واستغفره واستعتبه ورفع يديه منكسرا يا ربي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، يتضرع إلى الله جل وعلا ويسأله المغفرة ويستمطره الرحمة، وهكذا يدخل العبد على الله جل وعلا. فما من باب أعظم من باب الذل والانكسار، فإن العبد إذا انكسر وذل وخضع حقق العبودية. العبودية إنما تكون بكمال الخضوع والذل لله جل وعلا. يقول رحمه الله وقال الشعبي إذا حب الله عبدا لم يضره ذنب، نعم لم يضره ذنب، لأنه لا بد أن إما أن يستغفر منه ويعود إلى الله تعالى، وإما أن يسهل الله له من أسباب المغفرة والتوبة والرحمة ما يكفر الله تعالى به من خطاياه. يقول وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل له عناية بمن يحبه، فكلما زلق ذلك العبد في هوى في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة، يسر له التوبة وينبهه على قبح الزلة فيفزع إلى الاعتذار ويبتليه بمصائب مكفرة لما جنى. ثم ذكر هذا الأثر الذي هو فيما يظهر يشبه أخبار بني إسرائيل، أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أيسهم من رحمتي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سبحان الله وبحمده الذي تتلاشى في جنب مغفرته وعفوه ورحمته الذنوب. إذا صدق العبد في التوبة والرجوع إلى الله تعالى فلا يخشى شيئا، بل الله تعالى لو كانت أمثال الجبال سيئات وخطايا يقلبها الله تعالى حسنات ويكفرها ويحطها على العبد. يسر له التوبة وينبهه إلى على قبح الزلة فيفزع الاعتذار ويبتليه بالمصائب مكنعة. يقول إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب. ومن المصائب ما يصاب به الإنسان من ألوان المنغصات التي تخرج به عن حال الاستقامة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل هذا للتطهير. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالله جل وعلا لا ينفك عباده منه بخير وإحسان ومن وعطاء. الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث، فالمرء إذا أصيب بمرض أو نزل به نقص فإنما يكون ذلك تطهيرا له وتكفير إذا احتسب، وليعلم أن الله تعالى سيأجره ويخلف عليه خيرا. ومن عظيم منة الله على العبد أنه يكتب له عمله صحيحا مقيما إذا كان لم يمنعه من العمل إلا ما نزل به من المرض أو السفر. ثم ذكر ما رواه عبد الله بن مغفل في قصة الرجل، وهذا الحديث وإن كان في إسناده بعض الضعف فإنه من رواية الحسن البصري عن عبد الله، وقد عنعن وحسن رحمه الله من أهل التدليس جاء من طريق آخر يعضد هذا عن سعد بن سنان عن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها فقالت مه، ومه هذه كلمة تقال للكف عن الفعل أي كف عن هذا، فإن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام. فلا
ومعنى جاء بالإسلام جاء بهذا الدين العظيم الذي يحمل العبد على الكف عن المعاصي والسيئة. وليس الإسلام فقط هو القول الذي يتجرد عن العمل الصادق الصالح فتركها ولا فجعل يلتفت خلفه ينظر إليها حتى أصاب الحائط وجهه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما جرى منه، فقال: أنت عبد أراد الله بك خيرا، أراد به خيرا حيث يسر له من يذكره ويكفه عن المضيف غيه ومعصيته، وأراد به خيرا أيضا في المعنى الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الله إذا أراد بعبده شرا أمسك ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، أي أنه عاقبه به في الدنيا، وذلك بما أصابه من الحائط. وهنا مسألة مهمة يا إخواني، وهي أنه ينبغي لنا أن نربط بين ذنوبنا ومعاصينا وبين ما يحدث لنا من البلايا والنوازل. كثير منا لا يربط بين ما يقع من تقصير وما يقع من قصور في أمر دنيا، سواء بالمصيبة في المال أو في النفس أو في الأهل أو في سائر أنواع المصائب التي تنزل على الإنسان. السلف رحمه الله كانوا يقرنون بين المعاصي والمصائب قرنا عجيبا، حتى إن أحدهم يقول: إني لا أعرف معصيتي في عثرة دابة وخلق امرأتي، وهذا من دقة بصرهم ونظرهم. وأسمى بنت أبي بكر كان يصيبها رأسها تقول: ورأسه وما يعفو الله تعالى عنه أعظم. فتقرن بين ما نزل بها من ألم رأسها رضي الله عنها وبين ما كان من سيئاتها وقصوري، على أن القوم في غاية الاحتراز والخشية والخوف، ليسوا كحالنا في أنواع الإسراف وألوان الخطايا والذنوب، لكن هم رحمهم الله عرفوا قدر ربهم وقدر حقه جل وعلا، فكانت الدقائق عندهم كبائر، كما ذكر ذلك أنس: كنا نعمل أعمالا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نراها من كبائر الذنوب، هي في أعينكم أدق من الشعر، وهو يخاطب التابعين رحمهم الله. المراد أنه ينبغي للعبد أن يقرن بين ما ينزل به من مصاب وما ينزل وما يقع منه من خطأ، وهذه مهمة يا إخواني. كثير منا يعني إذا وقع في مشكلة أو تعكس عليه أمر يتوجه باللوم إلى الخلق، وينسى أنه ما من بلاء ولا شر إلا بسبب الذنوب والمعاصي، لولا ذنوبك ما سلط الله عليك أحد. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول في مسألة التخلص من تسلط المتسلطين، يقول: إذا تسلط عليك أحد أو صال عليك صائل فاعلم أنه بذنبك، فأكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار سبب لمغفرة الذنوب، وإذا غفرت الذنوب ذهب سبب الموجب للعقوبة. وقد قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والأصل فيما يصيب الإنسان أنه بسبب ذنبه، الأصل فيما يصيب الإنسان أنه بسبب قصوره وذنبه، لا أنه رفعه في الدرجات. هذا يعني إذا كمل الإنسان الطاعات واحتسب ما نزل به كان ذلك رفعة في درجاته، لكن في غالب ما يصيب الناس يدخل في قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والأمر ويعفو عن كثير، أي أنه جل وعلا يتجاوز، ولو آخذ لهلكنا، نسأل الله أن يعاملنا بعفو. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.